السلام عليكم ورحمة الله، كدايرين لاباس؟ ما تكون على خير وبخير. لقاكم هذا الفيديو على خير وبخير. واحد الحلوة اقتصادية دغيا كتوجد، ما كتحتاج حتى شي تعب. غادي نحتاجو فيها كاس ديال العنبة ديال سنيدة، كاس الزيت، هاد كمية ديال اللوز، ثلاثة د البيضات، خمارة، واحد لاباني، قصة د الملحة. بسم الله، غادي نبداو. طحين دائما الخليط مهز. طحين الفرن،
بلي صافي بالعين كنسقى يدي ياعي باش كنشوفها واش تشرب الطحين ولا هادي ما كنبغيش نزرب شي كنشوفها باغيه الطحين هاد كنزيد صافي دابا راه سقدت زيدهاش عشر ليلة جمعناها خليناها على هاد الشكل غادي نقطعو ونصيبوها ساهلة تأخر لحظة هانتي بالحلوة
التربه ندخلوها للفران. الحلوه ديالنا بعد ما طابت الحباب ديالنا كتجي غزاله هشيشه تدوب في الفم. نتمنى تعجبكم حلوه اقتصاديه توجد دغيا دغيا. ولا عجبتكم خليو لها الاعجاب ومشاركه. ايوا الله يجازيكم بخير وعواشركم بروكه. السلام عليكم لفيديو اخر ان شاء الله. نتمنى الحلوه تعجبكم.